كنا بزاف. هاي جايز، ويلكم ايفريوان. كنتمنى تكونوا كاملين لاباس، ان شاء الله تكون الامور ديالكم هانيه وتكونوا كدوزوا واحد لا جورني كلها بوزيتيف. مهم معايا يسرى. هلو. المهم غادي تشوفونا في الطوموبيل، غتقولوا شنو كديروا، شنو كتعملوا. بصح شحال ديما جلسنا في الطوموبيل، شحال ديما جلسنا في الطوموبيل، شحال كنا دايرين واحد الكونسيبت، كنديروا تحديات، كانوا في لاشين ديال يسرى. انا نخلي لكم لاشين ديالها ديما كاينه في الديسكريبشن بوكس. المهم كي دايرين، كنتمنى كلكم تكونوا مزيان. المهم قبل ما نبدا هذا الفيديو، اللي باقي ما دارش سبسكرايب دابا يديرها، خليوا لي دي لايك دي كومونتير، تفاعلوا مع الفيديو باش نبقى ديما نحط لكم الجديد. هادشي اللي كاين. قبل ما نبداو هذا الفيديو المره الثانيه، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنا، والانستغرام ديال اختي هنايا، والتيك توك ديالي هنا، والتيك توك ديال يسرى هنا. المهم التيك توك ديال يسرى راه زاهر، ما كاين غير الفيديوهات وتضحك ونشاط، وكدير لي لايف كل ليله، كدير لي لايف وكتضحك وكتنشط. المهم ها هو التيك توك ديالها هنايا، دخلوا عندها ان شاء الله. غادي ندير لايف اليوم في الليل ان شاء الله. المهم دخلوا تفاعلوا معاها، راه كدير الجديد ديما ديما عليها. ديما كتسولني سارة علاش يسرى غابره في يوتيوب، حيت يسرى راه زاهيه في التيك توك. المهم ما علينا، دابا غادي نخلي لكم، نخلي يسرى هي اللي تقول لكم شنو غيكون ان شاء الله في هذا الفيديو. مهم هذا الفيديو غادي يكون على شكل ستوري تايم. غادي نبداو هاد لا سيري. علاش غادي نبداوها؟ اول حاجه باش تخلص كاع التجارب اللي دوزنا انا وساره، يعني تعلمنا بهم، وحتى حنا بغيناكم زعما تعلموا، ما تطيحوش في نفس الغلط اللي طحنا حنايا. وهذا الشيء اللي كاين. المهم غادي يكون ستوري تايم على استوار وشنو درنا، او زعما فين طحنا وكيفاش نضنا. المهم نتوما ديجا غادي تشوفوا في العنوان، غتشوفوا واحد العنوان اللي غادي يكون غريب، كتقولوا كيفاش ساره ويسرى اول مره غيطلعوا الكوميسارية. المهم انا غادي نعاودوا لكم ليستوار كامله، غادي نعاودوا لكم ليستوار. هاد ليستوار حقيقيه، ما كنكتبوا لا فيها، ما بغينا نديروا لا بوز لا والو. بالعكس حنايا هادو قصص حقيقيه اللي وقعوا لينا في حياتنا، وبزاف منكم كيتفرجوا فينا غيكونوا صحابنا، غيكونوا اصدقائنا، كلهم كانوا كيعرفوا، يعني عارفين شنو وقع. العائله ديالنا وقيله ماشي كلشي عارف، ولكن المهم من هنا من هذا الفيديو غادي يعرفوا. المهم هاد ليستواغ اللي غادي نعاودو ليكم كانت طرات لينا ملي كنا كنقراو في التاسعة، يعني انا ويسرى كنا كنقراو في التاسعة، يعني التاسعة ديالنا، حيت انا ويسرى فاش كنا صغار كنا كنبغيو لي زافونتور، كنا اي حاجة نديروها. المهم غادي نبدا غنشرح ليكم، غادي ندير ليكم انا القصة، وغادي ندير ليكم واحد الحاجة اللي منها وصلتني لهذيك البلاصة. المهم حنا في مكناس شحال هادي، المهم في التاسعة سانكيام، ونقدروا نقول لكم من الثامنة ديالي، المهم 3 ans 4 ans كنا كن المهم كانوا في مكناس، ما عرفتش غيكونوا بيان سور حتى في كازا، حتى في كلشي كيكونوا دي بارتي، كيكونوا دي بارتي يعني حفلات كيجيبوا فيها دي رابور كيغنيو كينشطوا، كيكونوا مثلا واحد كيكون هو الجيرون، كيكونوا دي ستاف معاه اللي كيبيعوا لي تيكي. المهم انا كنت كنشوف فاش كنت كنقرا الثامنه التاسعه، كنت كنشوف بزاف، حيت كيكونوا صحابنا كنا كنتلاقاهم في حمريه، حيت حنا في مكناس كاينه بلاصه وحده معروفه هي حمريه، يعني كنا معروفين ما بيناتنا، كنا نوصل معروفين في حمريه. ملي تقولوا تيمي تقول لك داك الشري ميلاته، كنا صراحه دوزنا كلشي، دوزنا كلشي والحمد لله، حتى حاجه ما سقات فينا، كنتعلموا وكنخرجوا من الحاجه، كنشوفوا ديك الحاجه وكنخرجوا منها، كنا كنديروا الكاسكيطات مقلوب وين ممكن كنا يعني اي حاجه تعاشنا مع كاع الانواع، حيت انا ويسرى اجتماعيين كنتعاشروا مع كلشي، ما عندناش ديك القضيه لا هذاك قل منا لا هذاك لابس هكا، لا ما عندناش هذيك القضيه. كما قلت لكم كنا في حمريه معروفين هكا، كنت كنعرف انا يعني بنات ولا دراري كانوا هما اللي كينظموا كيديروا مثلا مع كيكونوا يعني كيفاش غنشرح لكم، كيدير مع شي رابور كيقولوا غتجي غتغني ليا في هاد البلاصه، هاد البلاصه نهار فلان فلان، يعني كيدير معاه وكيمشي كيدير حتى البلاصه، يعني كيمشي كيهضر مع المول لوكال اللي غادي يدير. المهم انا ما غادي نجبد لا اسماء لا حتى شي حاجه، غادي نعاود لكم ليستوار ديالي انا. المهم هادي خارجه على يسرى، ولكن يسرى هي اللي عايشه معايا فداك النهار. المهم انا ما كنتش معاها، يعني ما كنتش داخله معايا، انا كنت بوحدي، ولكن النهار اللي طرا داك البلان
كانت معايا يسرى، حيت انا ويسرى ديما فين ما خارجين كنخرجوا بجوج. الحمد لله على كل حال، هذه حاجه استفدناها الحمد لله. وداكشي علاش قلت لكم البنات وتا الدراري مرحبا بكم كاملين. كنعاود لكم هذه القصه ولا القصص اللي غايجيو ان شاء الله باش ديروا اتونسيون، حيت انا ما طاحوش في نفس الغلط، حيت ما غاديش يبان لكم المشكل، غادي تقولوا لا هذا الشيء راه ما كاينش مشاكل، ولكن راه غادي يخرج لكم من الجنب وغتصدموا. الله غتصدموا. وحيت حنا في الصغر انا في التاسعه سكيام كنت كان يعني ما يقول لي شي واحد ما ديريهاش، خصني نتعلم لها نديرها. طحت فيها هي هذيك، ما طحتش راه مزيانه هي هذيك. المهم واحد النهار كان صيفط ليا ميساج واحد الدري كنت كنعرفو، كان ديما هو تيدير داكشي، يعني كان ديما تينظم حفلات، وكنت تنشوف وهم تيقول لي يلا تمشي، كنقول ما عمرني مشيت انا شي حفله شي حاجه شي حاجه. المهم ما عمرني انا كنت كنمشي شي حفله. قال لي زعما واش يمكن لك تخلي كوم ستاف، يعني كتبيعي لي تيكات ديالك حيت دايرين واحد البارتي كدا كدا كدا. تحمست انا في التاسعه قلت اها علاش لا. مشيت عند بابا، مشيت عند ماما قلتها لهم. بابا في الاول رفض الفكره ولكن قنعته، قلت له بابا التجربه هادي، قال لي واخا، قال لي واخا، ولكن ديك واخا اللي متردد فيها، في اي لحظه يقول لي ساره وقفي وقفي هي هذيك. قلت له مشيت عليا يعني الدري، قلت له صافي مزيانه، قال لي خصنا نتلاقاو باش نعطيكم لي تيكيت وداكشي. شنو درنا؟ درنا نتلاقاو في ماكدو، بحكم ماكدو فين ما كانت شي حاجه هو السنتر. حنا بالنسبه لينا كيتلاقاو كنا ديما عامرنا ديك البلاصه. كنت باقا عقله كان في رمضان، ياك يسرى في رمضان، في رمضان. صافي قلت لبابا راه خصنا نتلاقى بهم، قال لي واخا نديك. المهم داني بابا، بقى بابا برا ودخلت. واقيلا كنتي معايا داخل؟ لا ما دخلتش. ما دخلتش، دخلتي انا بوحدي. المهم كان هو وكان معاه واحد الدري اخر، هو اول مره في حياته غينظم هذا الشيء. هو اللي مسكين ما عارفش، هو اللي كان بحال قلتي هذا اللي كان هضر معايا غير داخل معاه، ولكن هذاك الاخر اول مره قال غنزعمت انا وندير شي بارتي ونهضر مع لابون. كلهم كانوا كيسحب لهم شي حاجه، شي حاجه فلوس وغيتخلصوا زعما غنتخلصوا حنا دينا غير باش نضحكوا. وفي الاول دابا دايرين غير هكا، حنا زعما داكشي حقيقي، ولكن كنا كنقولوا زعما لي ستاف نقدروا نتخلصوا نقدروا ما نتخلصوش. وشوفوا كاين شي واحد كيخدم شي خدمه ما غيتخلصش فيها، حيت كنا كنقولوا فلوس ديال لوكال، فلوس ديال غابور، فلوس ديال زعما انت هادشي كامل على وديتو ما يجيو يتصنتلك. وي ولكن انت يسرى عقل صغر التاسعه هكا كنا كنفكروا حتى حنايا، ولكن دابا حتى غادي كنكبروا غادي كنوعاو بهادشي. هي هذيك تلاقينا مزيان، عطاني لي تيكيت، شرح ليا. كان هو كان جوج دراري، دري كنت كنعرفو دري ما كنتش كنعرفو اول مره عرفته، وكانت واحد البنت معاهم. المهم بلا ديك الاسماء، وكانوا دي ستاف. دي ستاف كان واحد معاهم كان كيقرا معايا في التراوي. المهم تحيه ليه الا كان كيشوف هذا الفيديو، كان كيقرا معايا في التراوي. المهم كيقرا معايا في التراوي، وتا هو كان معايا ستاف. دونك كنا انا وياه كنت كان يعني هو اللي كنت كنعرفو مزيان، شي الاخر حتى واحد ما كنعرفو، يعني الا عرفتهم كنتلاقى حتى كنتلاقاو في ماكدو. صافي هادشي اللي كاين. عطاوني لي تيكيت، بديت الخدمه ديالي انا. بديت يعني كنمشي كنقلب شكون اللي بغي، كنشرح له. هذا هو المشكل اللي طحت فيه البنات والدراري، المشكل هو انني ما شايفاش داكشي بعيني، ما شايفاش راني راه دوك لي تيكيت كيتخرجوا كيكون داروا كونطرا مع الغابور، وكانوا داروا كونطرا مع مول لوكال اللي غيديروا البلاصه. ما مشيتش انا نخرج تيكيت وانا باقي ما دايره، انا هادشي ما كنتش عارفه. انا كنت الغلط الاول اللي درتي هو انك صافي خدمتي مع واحد وانتي ما سانيه لا كونطرا لا والو، وما غتخلصي ما والو. اش الخدمه هذه؟ اول حاجه خصك تشوفي الكونطرا زعما يكون داكشي قانوني، باش غير اجي مرحبا بغيتي تخدمي اجي، وفي الاخر ما تخلصيش ولا ماشي ويه ماشي. هذا هو بالنسبه ليا كان المشكل، ولكن المشكل هو ان تا الاخر وعاد عرفت المهم ما نحرق لكمش المراحل. كم من هذا كنشرح لكم، كنهضر غير انا حيت انا اللي كنت عارفه هادشي، يعني مي غادي تجي يسرى نهارها اللي غتكون معايا غتبدا تشرح لكم. لا كنت عارفه بين خدامه في هادشي ويه كنت عارفه. المهم كنا يا هذيك كانوا دايرين واحد لافيش فيها الغابور اللي غادي يجي، السميه ديال لي ستاف اللي كيبيعوا لي تيكيت بنوامرهم بكل شيء. هذا هو رابر معروف، هو رابر. المهم ماشي دابا نهضر عليه، ما نعطيش سميته. المهم هي هذيك اسمحوا لي، بديت كنبيع لي تيكيت كاع دوك اللي كنعرف بعت لهم لي تيكيت. واقيلا بعت شي 10 ولا 15 ديال لي تيكيت. تلاقينا مره ثانيه، المره الثانيه اللي غنطلق هذا
مرة تانية اللي غنتلقى عطيتهم لي تيكيت الاولين، انت عطيتو لي تيكيت لداكشي اللي بعتهم ومره وصافي وعطاني دي تيكيت صافي هذيك. بابا بدا كيشوف هادشي كي ما عجبوش، بدا كيدخل للشغل تيقول لا هادشي انا ما عجبنيش. لا هو بابا من داك النوع اللي كيمشي بعيد في التفكير، يعني كيشوف من البدايه حتى النهايه، هو عارف النهايه فيها مشكل يعني كي هو كيشوف المدى البعيد. قال لي ساره غتحبسي من هادشي ما بقاش عجبني. انا غاتي لعقلت صح كنقول كيفاش بابا ما خلاه عليا شو الحمد لله على كل حال. يا هذيك غيجي واحد النهار لي صافي انا بقاو ليا واقيلا كنت بعت جوج وبقاو لي جوج ممكن اكثر من جوج. لا هادو كنت عطيتهم المره الاولى يعني مره الثانيه يعني في نهار السبت اللي غنتلاقاو نقول له هاك رد هاك لي تيكي ديالك وصافي انا غنخرج من هذا الشيء. كنت باغي تسالي كنت غنخرج من هذا الشيء حيت صافي بابا قال لي سالي خصني نسالي. هي هذيك جا واحد النهار يعني كان السبت في العشيه كنا غنخرجوا غنخلي يسرى هي اللي تكمل. نهار السبت خرجنا لبسنا حويجاتنا تقدينا كنا غنتلاقاو ساره كندير لي لونتي. المهم تقدينا وطلعنا الحمري كنت نتلاقى بصاحبتي زينب وصافي. المهم مشينا لماكدو كلينا ضحكنا ابخي مشينا كندورو كنشوفو شرينا شحال من حاجه. المهم حنا غادي صافي تفرقنا مع صاحبتي جاب الله ما بقاتش معنا الحمد لله. المهم تفرقنا معاها قبل ما نتفرقوا معاها قبل ما نتفرقوا معاه بدا ساره جاها ابل. ساره بدا اصلا داك النهار كانت تتلاقى مع مول الشي اللي دايره معاه وغادي تقول لها كون كواليتي ديالك اللي صافي ما بقيتش باغا ندير. المهم سونا جاتها ابل من عند شي واحد كليان. المهم قال لها السلام عليكم. المهم انا راجل السلام عليكم عافاك انا شفت لانونس ديال كونكور غيجي واحد الرابر وهذوك داك الرابر ولادي كيحماقوا عليه هو بما ان المهم ولادي نجحوا جابوا دي بون نوت بغيت عافاك نفرحهم. المهم ساره بدات تشرح له كاين دي تيكي دي في اي بي وكاين كدا وكاين كدا. المهم هي تحمسات. المهم قال ليها عافاك قلت بقاو لي جوج وبقاو لي جوج قلت نديرهم ماشي مشكل نديرهم عاد نعطي له في خطره. المهم هادي صافي وقالت له فينك. المهم قالت له انا راني في حمريه. قال لها صافي نتلاقاو في المارشي. المهم صافي تفرقنا مع البنت ما عاودش هو عيط ليا المهم صوت بنات ما عاودش عيط هو فوقاش قال انا حتى تلاقينا وقالت ملي سمعتكم صوت بنات ما بغيتش نعاود نعيط. نتوما ساره اللي برقاقه وبدات تعيط له عاوتاني بغيت نعيط له. مشينا كنتسناو الطوبيس وشنو تلاقينا مول الشيء اللي ساره دايره معاه وقالت لكم كوا اجي. مهم هو بحال اللي هربان دونك هو عارف شنو كاين. المهم ومول الشيء كيقول ساره مور هذا الشيء عاد عرفت مولشي كيقول ساره قلت له انا كاين واحد الراجل بغا جوج اجي نعطيك يعني تكون انت نيت نعطيك دوك جوج لي 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 ني مخلصين ونعطيك جوج نيت هذاك يكون الراجل. بقيت يقول لي لا ما غير قدي انت لا لا انا باقا عاقله. قال ليها لا ما عرفتش انا رانيكم كود دبست مع هذاك اللي معاه وراني صافي خليت له كل شيء انا ما بقيتش باغي ندير هذه المشاكل انا باقا بعدا باغي طلقنا. بقات يقول لنا صافي انا دابست مع داك كدا وكدا صافي هو اللي هضري معاه انا ما بقيتش باغي زعما داكشي هو راه في راسو حيت هو المهم هو بلا ما نقولو باه هو اللي المهم هو في راسو داكشي وما قاليناش اجي راه هادشي فيه المشاكل وكدا ومشاو خلانا هذا اللي كان قال لينا هذا اللي قال هذا اللي قالت لكم دابا يسرى هو اللي قلت لكم انا كنعرف شحال هادي وكان تيدير دي بارتي يعني واخا تكونوا عارفين شي واحد ماشي تثقوا فيه هو راه الا شاف راسو غادي طاح في المشكل ما غيخليكم يمشي راه ما يديهاش فيك. المهم ساره حنا كنتسناو الفا في المارشي وساره بدات تتصوني كتقول لا هاد التيكي ما يبقاوش وكدا وكدا. المهم صافي هو يجاوبها لا هو يعاود يصوني عليها قال ليها فينك ما كنشوفكش وراه كيشوفني وعيني قال ليها فينك وكدا. قالت له انا راه في المارشي كنتسنى. قال ليها صافي نتلاقاو في المارشي انا في القهوه اللي في المارشي اللي دابا في المارشي كيتقطع. المهم اللي في المكنس راه يعرفوا المارشي الوسط حنا الوسط يعني باش نقطع ديال المنصور لا قبل ما نقطع المنصور قلت له قال لي وانا واحد القهوه وبقيت نقول له انا قدامك واش ما كتشوفنيش ولا تيشوفني وتيقول المهم هما كاينين ثلاثه ديال البوليسين كيشوفهم وداك مول الشي داك مول اللي عنده داك اللوكال وكدا جالس في القهوه كوم كبار غادي يمشيو صافي. ودابا هذاك البوليسي بدا كيقول لي زعما راه فاش كومبليت
تنقول يا ربي ما يكونوش دوك جوج بنات. وساره كتحكر ساره كتقول فينك صافي حنا جايين. المهم ساره ما مشيناش فداك الطوبيس اللي جا كون غنمشينا فيه ولكن المهم فيها خير الحمد لله الحمد لله. ومشينا لعندو المهم قطعنا الشنطه وغادي نمشيو اول مره غادي نجلسو في ديك القهوه وفرحانه ساره غتشد الفليسات وكذا وبني درت شي درت خير بداك الراجل. ايوا صافي تجلسنا وي اش جلسنا غير ما غيبدل فاش جلست وي تجلست انا جلست في القهوه مع القهوه ما دخلناش لداخل في الشارع وراكم كتعرفوا المارشي كلشي كيشوف. المهم يلا جلست جا واحد دليل المهم دار لي هكا بحال راني شي وحده ما عرفت كنقول لها ولي وش في المدى وحق الله تبارك البوليس البوليس قلت له ويلي اخويا مالناش ندير مهم وديجا نصبل على شي وحدين وصحابهم حنا نصابه شي عائله نصابه وانه حنا كبار حنا كيشوفونا غير قليو لينا راكم كتشوفوا التاسعه ولي قليو لينا كنبغيو نخرجوا صراحه ديري لي لونتي. مهم وكنا واهي باش نعرفكم واحد القضيه هذاك الغابور اللي كنا دايرين مع كونطرا كانت كونطرا وعطينا ويني هذاك مولشي اللي معانا هو عطاه الفلوس يعني الغابور ما دخل حتى فضل هو كان داكشي قانوني قانوني هو كان. المهم غنعطيكم هي غير هكا المدينه اللي كان ساكن فيها كان معروف هو ولد فاس ولكن كان هو داكشي اللي كنا دايرين معاه قانوني يعني كونطرا حنا اللي براش صغار هادي اللي براش صغار ما عارف اللي ما كانوش دا المشكل اللي كانوا ما دايرين هو ما داروش الكونطرا مع هاد مول اللي غنديروا عند الحفله. اما بينو بينو زعما فاش وصلوا للبوليس كدا وراو الكونطرا اللي دايرين مع الرابر وبالرسانين هو داكشي داكشي قانوني قانوني هو. المهم نكمل غير صافي وصافي بقاو تيقول لنا نوطي نوطي. المهم كانوا بزاف البوليس تخلعنا حنا ويلي انا بعدا راني سخفت ما يمكنش انا كنت ويلي موي ما نكمل باش المهم جا الفيديو طويل ولكن تبعنا على حاجه بحاجه باش تفهموا هي هذيك الدونه هزونا البوليس هزونا البوليس ماشي الطوموبيله البوليس لا هزونا الطوموبيله ديك اللي كتكون عادي انا ندور لكم الكاميرا تشوفوا بحال لا 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 صاحبتي ندور لهم تشوي شوفوا بحالاش. المهم هزونا البوليس المهم ديك غنخلي لكم التصويره ديال النوع ديال الطوموبيل. المهم كانت في الزرق باقه عاقله كانت في الزرق هي ديك حنا كنترعدوا 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 طلعنا دونا كوميساريات سنترال هي هذيك طلعنا طلعنا لواحد البيرو يسرى بقى تبرا حيت ما عندهاش دخل لا ماشي بيرو غير حداها راه جلست حداها هو يقول لي انت ما عندك هي برا شوفوا كتعرفوا نتوما البيرو تيكون باب هي باش نسيتي فاش دخلتي جلست حداك وقال لي انت ما عندك ماشي دابا بعدا فاش دخلت هي جلست حدا مول هاد مول الشي وانا جلست تنعاود لهم حيت انا اللي كنت يعني انا اللي قاندي التيكيت انا اللي مولات هادشي وسميتي كاينه في لافيش وبالنمره وبكلشي هي هذيك اللي شرحي لي قلت له غنشرح لك كلشي مطقطق سلام اصلا ما كنتش واخا كان فيه الخوف حيت ما عمري طرات لي شي بلان ولكن قلت له يعني غنعاود كلشي وعندك الاسماء ديال كلشي حتى انا ما نمشيش فيها هي هذيك شرحت له كلشي قال لي انا عارفك انت ما دايره والو وعارفه حيت اش كاينين هو قال لي بزاف كيديروا هادشي كيخليو كيعطيو كيخليو الناس هما اللي يبيعوا لي تيكيت وكيرجعوه هما اللور قال لي ولكن عليك كان عليك انتيا ما تدخلش فهادشي. قلت له بابا راه قال لي سيري كنت هاد النهار غنعطيهم لي تيكيت وما نعاودش ندخل راسي فهادشي ولكن دخلت راسي في مشكل وكذا قال لي خصك تعاوني معانا هي هذيك قلت له ها نتعاون معكم ما عنديش مشكل كنت انا مع هذا الشيء لا ماشي تنفك حيت انا فريمون ما دايره والو انا كنت ديك الساعه 9 وكنت فريمون طرا يعني طرا لي هذا المشكل يعني خفت قلت مالي على حد يكونوا فيها هذا الشيء وكذا يعني من هنا بديت كنتعلم بزاف ديال الحوايج يعني في الصيف ديال 9 ديالنا هادشي راه خرج رمضان وداكشي يعني داك السبت خرج رمضان وداكشي. المهم
قلت له قال لي ويسرى هاد اختك واش معاك؟ قلت له لا ما معاياش. اوكي هي فين كندخلها؟ المهم ما عقلتش بالضبط شنو بعدا. المهم فاش كنت جالسه حتى مول حيت هاد البلاصه كبيره بزاف، فيها بيسير وفيها كافي وفيها ريستو وفيها المهم بزاف د الحوايج ومعروفه في مكنسه كبيره بزاف. المهم جا مول شي جلس حدايا وبقى مسكين كيبكي كيقول لي والله ما كنت عارفه، زعما ما كنتش عارفكم بين نتوما بنات صغار وكذا. اصلا راني منين ما منين سمعت صوت اختك ما بغيتش نصوني، وهي بدات تصوني عليا بزاف بزاف وصافي بحال البوليس قالوا لا خصنا صافي. مهم بقات يقول لي راكم كوار، هادشي معروف لا في كازا لا بزاف ديال الحوايج. حنا اللي ما معروفش عندنا، حنا اللي ما معروفش عندنا حنا. كينصبوا مشات واحد زدتها مشات فيها 4 مليون وفوقاش عرفوها، حتى جاو الناس وتكبوا على واحد البلاصه وداروا الروينه وداروا الشو ومن على حالتنا. المهم صافي صافي. ومراها يا ديك مهم قال لي خصك تعاوني معنا غادي تمشي، هما كيصحاب لهم مرشي شي حاجه شي واحد ورا حتى هو حتى هو ما كانش 17 عام عنده 17 عام ما كانش 18 عام. كنا في 9 ولا في 5 كنا في 9 وهي 5 ما بدا هي بدات كتمشي من المراه بصح 9 ديالنا يعني الصف ديال 9. هي هذيك قلت له غنتعاون معاك ما عنديش مشكل. هي هذيك مشينا تركبنا في الطوموبيل، صونيت انا على هذاك مول الشي. قلت له مول الشي كنقول لكم مول الشي ديال يعني اللي ماشي مول الشي ديال مول الشي زعما هو اللي متكلف بهذا الشيء، حيت هذاك الاخر اللي كنعرفو ما كيجاوبنيش في التليفون. هي هذيك هو كان الاخر كيسكن في واحد البلاصه بلا ما نذكر الاسم ديالها. عيطت له قلت له راني بعت ليه تيكي. قال لي ما عليه لا ولكن قال لي مول الشي مول الشي قال لي البوليس ما خصكي ما تبينيش. اول مره نشوف داك المنظر تصوروا البوليس واقفين هكا فين واقفين كنا في ماكدونالد باقي ما مشينا ماكدونالد ما تحققش المراحل كنا هكا واقفين وهي شاده التليفون والبوليس شاد حداها. المهم تصاحبنا المهم ما خايفين. المهم قلت لهم كونوا هاني راه ما غاديش غادي نتقنطر. المهم قلت له كي داير صافا بخير؟ قلت له راه خصك تجي حيت بعت لي تيكيت. وهي هذيك قال لي لا انا كنتغدى. قلت له انا راه ما عندي كي ندير حيت انا عندي الفلوس ما يمكنليش نرجع للدار دونك خصك تجي. قلت له راه بعت بزاف ديال لي تيكيت وكذا وكذا. قال لي واخا صافي انا جاي. هي هذيك هبط الماكيطو صراحه بقى فيا الدري علاش حتى هو ما كانش عارف هو وكان دار غلط. قالت له قال له انا درت غلط حيت يلاه كنت غنمشي نهضر مع مول هذاك. قال له ما يمكنش انت دير فيش لا فيش تعلقها فيسبوك في الانستغرام تصيفطها الناس في الواتساب وانت باقي ما درتي كونطرا مع مول لوكال اللي غادي دير عنده. راه سي فري هي هذيك بقى فيها صراحه. ومهم حتى هو تعلم من الغلط. الغلط اللي غلط فينا هو الكبير الاخر كان عارف وسكت كان عارف وهادشي ما عرفتش دابا بالعاني ولا بالصح ولا كان الحمد لله خرجت على خير. هي هذيك قال له راه هي هذيك جا عرفتي تلفت. هي هذيك تلاقينا في ماكدو شدوه البوليس حتى هو عاود لهم المنظر مهم ما فيه صراحه. انا كنت واقفه نساوني انا اقسم لك بالله لا نساوني البوليس وداوه موقيت انا كنشوف فيهم من اللور ماكدو ركبوا في الطوموبيل وانا والله الا بقيت اللور اي يسرى معايا كون ما كنتش كون ما كنا صراحه ويلي لا حيت كانوا تما تليفون واحد الحاجه فاش كنا في وسط هكا بقيت يقول لي انت واش نعطيك الفلوس ديال الطاكسي تمشي لدارك ولا لا انت واحد ما كنخليو اختي انا ما يمكنش. المهم هي هذيك صافي شدوا البوليس طلعنا في الطوموبيل بدا كيشرح له مسكين الدري بدا كيترعد 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 انا كنبكي عيشه دماعه عيشه. المهم بدينا بدا كيبكي بدا كيشرح له الموضوع قال له واش عندك تيكات فين كتبيع تيكات؟ قال له كاين في داري فيني في دار هاد الدري. مشينا حتى لديك البلاصه. المهم فاش مشينا جبدو هكا على الرايمه ديال لي تيكات قال لهم فين طبعتيها؟ قالوا طبعتهم فواحد المكتبه. المهم قالوا اوكي غادي نصابه بصح. المهم هي هذيك ما كانتش مين داك الدري ودبين داك الدري مسكينه كانت مريضه. الحمد لله ما كانتش فاش هو دخل الدار ودخل البوليس معاه. هي هذيك مشينا كانت والناس كيشوفوا الناس كيشوفوا حنا بقينا في الطوموبيل وداك الراجل اللي كان بوليسي معاه بدا تيعاودنا على قصه حياته با وحنا غاديين معاه ونسينا بابا وماما. البوليس بقات دار باقي صغير. المهم قال لي راه انا شفتكم فاش كنتو كتهضروا وكنقول يا ربي ما يكونوش هادوك وانتم جايين وتنقول يا ربي ما يكونش علاش حيت حنا كنا صغار حنا ما عارفينش باش يقبطوا حيت كون كنا فايتين 18 كون ضربنا فوري تكلاصه يا شويه لا والله ما والمهم المهم فاش كانوا تبارك الله ظريفين كاملين صراحه الله يعمر تحيه للامل المغربي واحد فهمني كقاصح
لا قاصح ولكن مهم اكثر يشوفوا شي واحد الواحد ولكن كلهم كانوا ظريفين لا دوك العشيه عندهم داك البلاصه ديال اللوكال المهم لا في العشيه في العشيه تنضروا يمكن كامله تنقول بابا وبابا وماما تيصونيو علينا التليفون التليفونات عندهم المهم المهم راكم عارفين تما في المغرب فاش كيوصل لي صافي كيكون واحد البلاصه فيها بيرمانانس حنا مشينا لواحد البلاصه المهم بلا ما نذكر الاسم ديالها ديال البلاصه فين كاين هذيك الكافي وداك وحده هانيت شي كبير مشينا 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 دخلنا بقينا جالسين صافي جات المغرب قلنا صافي يدخلونا عرفتي من ديك من المغرب و حتى 12 الليل اويلي يا صاحبي من المغرب حتى 12 من 6 تشدي 6 المهم 6 المهم حتى 12 المهم جا بابا مع ديك العشرة جد الليل المهم جا كيغوت 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 المهم قال له المهم دينا كان في الاخر درنا المحضر ديالنا والحمد لله خرجت على خير هذاك الدري كان معنا جا وجباه حيت با مسكين خدام في بعيد المهم جا ريقلنا الامور هي هذيك قال لي متعاوديش كدا خليت له الفلوس خليت له لي تيكيت كاملين المهم قال لك تصور حنا بينا كانوا بينا شي 12 واحد نسينا واحد الحاجه المهم داك النهار اللي كنا مشينا صرا ديجا بعد التيكيت وبعت التيكيت لواحد الدري وملي عرفنا بان هذا الشيء كذوب ولي بقينا تنقولوا ويلي هذاك اللي بعت لهم صرا التيكيت غادي يعرفون وخرجوا عندي اقسم شنو قلت لهم قلت لهم سيروا عند البوليس والله حتى قلتها لهم قلت لهم سيروا عند البوليس حيتاش هذاك الفلوس اللي كانوا عندي المهم دوك الجوج اللي كنت بعتهم داك النهار قتلوا كنت هذوك جوج دري كنت كنعرفهم وقلت لهم سيروا البوليس وقول لهم شنو شنو غير دير لكم فلوسكم حيت البوليس قال لي الا جا شي واحد باكي تشكى عليكم ومثلا نخلص وكذا راه غادي غيعطينا تيكي غنعطيه الفلوس هي هذيك صافي الحمد لله خرجت على خير وبخير درنا المحضر ديالنا وخرجنا خرجنا ما تبقاوش تيقوا المهم في هادشي كامل المهم عاودنا لكم قصه بعدا وابخي موراها تيبقى جا عندنا هذاك مولشي وما تيحشمش جا عندنا وتيقول لنا راه كاينه نسيت معاك وسيمانه سيمانه وبابا دير لنا العقوبه بقينا غير في البيت ودينا تليفونات اصلا نعسي فوق السناموسيه السناموسيه تي واحد ولكن عرفتي واحد الاجواء اجواء وصافي الاجواء صراحه اجواء انا ويسرى كنا كندخلوا كنتعاود كنتعاود كنقول ويلي واش درنا واش درنا سيري سيري الكوزين جيبي لي كاس د الماء سيري جيبي لي كاس د الزبده ويلي ويلي كنعرفتي باش نمشي للطواط خصهم يكون حتى واحد لان فريمون حشمتني والله الا فري حشمت وبابا فاش كنا غادي نصرو كيعاير في صاله تيقولها حتى اللي حداك وخا اللي عندك ما كنتش عارفه ولكن ما تبقاوش سيمانه وبابا ما كيهضرش معانا وصافي الاخر تسامحونا قلنا صافي ما تعاودوش وكذا كاينين بزاف ديال القصص اللي جينا نعاودوكم وتصدموا فريمون غادي نعاودوهم ان شاء الله ربي كتبك عندنا الجرأه عندنا الجرأه شتي ملي عاودنا هذه راه بزاف عرفتوا اللي عارف هاد القصه يقول لي انا كنت عارفها من صحابي اصدقائي كانوا هاتي كنا كندير لهم كنا كنجلسهم وكنعاود لهم كل واحد كيعاود واحد الحاجه البنات دابا باقيين دوك البنات صحاباتنا كيجيو كيقول لك احنا عندنا صحاب وكذا وتيصحاب لي شي حاجه وانا تنقول لهم تنصحهم واللي بغاو يديروا يديروا مهم جايز ما تيقوش ما يصحاب لكمش هادشي شي حاجه الزدحي راه ماشي شي حاجه بغيتي تنشط تنشط في دارك دابا عمري ما مشيت وما بغاش نمشي بغيت نشط مع بابا وماما صافي نخرج هكا ندير زدحه في داري ما كاينليش دق عليا بغيت نمشي تعبي شي رابر نمشي نسمع له اغاني الا كان هو داير وانونس في انستغرام كو غادي يجي نمشي اما باش هذاك الرابر اللي كان فاس كان انونس ولكن هو واخا انونسي غير يقول لهم انا درت معاهم كونطرا دونك انا ما سوقفت شي حاجه المهم هادشي اللي كاين وكنتمنى هاد القصه تكون عجبتكم ما عرفتش الاسئله مشاكل بزاف انا بو مشاكل انا درت انا اللي قلت ديك المهم عندنا قصص جداد ان شاء الله غادي نعاودوهم لكم ولكن خصنا نشوفوا هاد الفيديو فريمون دعمتونا والتفاعل وبارطاجيو بارطاجيو 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 مع لي زامي مع لا فامي ديالكم حطوهم في ستوريات وطاقيوني طاقيوني طاقيوني انا تنقول لكم شي بارتي عجبتكم الفيديو قولوها عليا ايوا المهم احنا جايين المهم جايز نخليكم كنحماقوا عليكم وما تنساوش تدوزوا عندي في تيك توك باي باي السلام عليكم